لكن الوقت الذي يصل إليه الهلال يصبح الأمر غير ممكن. الآن 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 فعلا فعلا يستطيع الوصول، لقد وصل، وعلى طريق البلاهي بيسجل هدف للهلال. الآن الهلال يتقدم والبلاهي يتقدم الآن للأزرق. الأزرق يسجل أمام الباطن ويستمر بإعطاء السعادة في هذا المحيط المرعب، محيط الرعب، محيط الأزرق، المحيط الهلالي الكبير. هذا اللاعب يشعل المدرجات ويشعل الفرح الآن في هذه الأجواء. إنه علي البلاهي استقبال مثالي بالصدر، الكرة اللي تتغير وتروح على طول على طول إلى أدريانو فاتشيني وإلى الشباك. نعم، يمكن للجميع أن يصلوا إلى الصدارة في الجولات الأولى من الدوري، لكن الوقت الذي يصل إليها الهلال يصبح الأمر غير ممكن بدرجة كبيرة. هكذا يفرح الحبسي.